فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل يقول إن عنده حيرة في هذا السؤال، وهو أنه يريد شراء بيت بالأجار المنتهي بالتمليك. لا لا لا، ما يشترى بالأجار المنتهي بالتمليك، لا آجار ولا بيع ولا أي شيء، ما يجوز هذا. جمع بين عقدين مختلفين ما يجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.